ضيفنا من فلسطين الأستاذ فايز عباس الخبير في الشؤون الإسرائيلية. أهلا بك أستاذ فايز. إذن الأنظار الآن كلها متوجهة لاحتمالات الضربة العسكرية الإيرانية لتل أبيب. السؤال، إلى أي مدى تعتقد بأن هذا الزخم الذي يعطيه الاحتلال الإسرائيلي لاحتمالات هذه الضربة مدعوما بتصريحات أمريكية، إلى أي مدى يبدو واقعيا وليس له أهداف سياسية أخرى للتمويه على ما يقوم به الاحتلال في قطاع غزة مثلا؟ مساء الخير أستاذ جمال. عمليا يعني التهديدات الإيرانية هي وصلت إلى إسرائيل وكانت واضحة. هذا يعني أن التهديدات الإيرانية، لنقل أنها ليست بجديدة، لكن هذه المرة على ما يبدو أن إيران مصممة على الرد على اغتيال أو قصف القنصلية الإيرانية في دمشق. لكن أنا أريد أن أشير هنا إلى أنه قبل قليل، يعني قبل دقائق قليلة، الناطق الرسمي باسم الجيش الإسرائيلي أصدر تعليمات جديدة لسكان إسرائيل بأنه يمنع التجمهر لأكثر من 1000 شخص، يعني ابتداء من الليلة الساعة 11 ليلا، وغدا تمنع أي نشاطات تعليمية في كافة أنحاء إسرائيل. وكذلك يعني وزير الخارجية الإسرائيلي أيضا ألغى زيارة مقررة كانت إلى النمسا وإلى المجر بسبب تطورات الوضع. كل ذلك إذن هل يشير بأن هناك تأكيدات إسرائيلية وصلت ربما عبر الولايات المتحدة الأمريكية أو وسطاء بأن ضربة إيرانية قادمة؟ نعم، هذا صحيح. يعني أن إسرائيل تعتمد بالأساس، حتى أن الإعلام الإسرائيلي يعتمد في بثه ونشره لكل ما يتعلق بالتهديدات الإيرانية على الولايات المتحدة، على المعلومات الاستخباراتية والإعلامية التي تصدر عن البيت الأبيض. يعني أيضا بث قبل قليل في القنوات الإسرائيلية أن الرئيس الأمريكي بايدن قطع طبعا إجازة نهاية الأسبوع وعاد إلى البيت الأبيض لمتابعة آخر الأحداث والتطورات التي تتعلق بالتهديد الإيراني. وعلى ما يبدو كما تقول وسائل إعلام إسرائيلية أن التهديد أصبح أكثر جدية. طبعا بالأمس يعني كان الحديث عن أن الضربة ستوجه إلى إسرائيل يوم أمس، لكنهم اليوم يقولون ربما الليلة أو غدا أو يعني بعد غد. هي طبعا لم يحدد الموعد المحدد لهذه الضربة، لكن إسرائيل هي طبعا تستعد لمثل هذه الضربة. والتعليمات الجديدة اليوم على منع التجمهر وإلغاء كافة النشاطات التعليمية غدا في كافة أنحاء إسرائيل، هذا طبعا يعتمد على بالأساس هذا القرار على معلومات استخباراتية أن الضربة قادمة لإسرائيل. طيب تحليلك إسرائيليا يعني من الناحية السياسية وحتى من الناحية العسكرية، عندما يقول وزير الخارجية الإسرائيلي بأن الجيش الإسرائيلي مستعد لكافة السيناريوهات وسيتخذ الخطوات اللازمة بالتعاون مع حلفائنا، ما هي تلك الخطوات يعني التي تراها لضربة مجهولة ما زالت حتى الآن ومجهولة بأي سلاح ستكون وبأي مكان، وهل ستكون من إيران فعلا أم من حلفاء إيران في المنطقة؟ يعني عمليا هذا يعتمد وهذا يختلف. إذا كانت الضربة لم تأتي من إيران مباشرة فإن الرد الإسرائيلي الأمريكي لن يكون بالرد على إيران بقصف مواقع إيرانية، هكذا على الأقل ما يقوله المتحدثين الرسميين الإسرائيليين. إذا ما كانت الضربة طبعا كانت من اليمن أو من العراق أو من أي مكان آخر وليس إيران، هذا يعني أن الأوضاع ستختلف. وأيضا إسرائيل قالت أن إذا كانت الضربة لم تسبب أضرارا وقتلى
طبعا بشكل واسع، فإن إسرائيل ستستوعب مثل هذه الضربة. لكن أنا شخصيا على قناعة أن إسرائيل ونتنياهو شخصيا يحاول جر الولايات المتحدة إلى حرب على إيران، لأن نتنياهو هو حاول ذلك عام 2015، جر الولايات المتحدة إلى قصف المفاعل ما النووية احتمالات الإيرانية. ذلك في ضوء تأكيد الولايات المتحدة الأمريكية على لسان وزير دفاعها بأنها ستدعم إسرائيل هي وصلا لن تدعم بشكل قوي؟ إسرائيل، هي ستكون شريكة لإسرائيل، وهناك فرق شاسع بين الدعم وبين الشراكة. الولايات المتحدة ستكون في هذه الحالة هي جزء من هذه الحرب. إذا ما قصفت إيران إسرائيل، فإن الرد الأمريكي سيكون أولا حتى قبل الرد الإسرائيلي. هذا ما قاله وزير، ليس فقط وزير الدفاع الأمريكي، وأيضا قائد المنطقة الوسطى للجيش الأمريكي المتواجد في غرفة العمليات في تل أبيب. هذا يعني أن الولايات المتحدة هي ستكون الشريك الأكبر في هذه ولكن الحرب هذا على إيران. له حساب آخر، لأن إيران هددت الولايات المتحدة الأمريكية نعم صحيح. وقالت لها لا تتدخلي، وأعلنت بأن المصالح الأمريكية في المنطقة ستكون مستهدفة إذا تدخلت الولايات المتحدة. أوستن في تدوين له اليوم على منصة إكس شدد على الدفاع عن إسرائيل، وقال في تدوينته إنه يمكن لإسرائيل أن تعتمد على الدعم الأمريكي الكامل للدفاع عنها، بمعنى أنه إذا اندلعت الحرب لن تكون إسرائيلية إيرانية بل ستصبح أمريكية إيرانية، أليس كذلك؟ نعم هذا صحيح، وهذا ما يتمناه بنيامين نتنياهو، وهذا يعني كما قلت يعني جر الولايات المتحدة إلى الحرب مع إيران بعد أن فشل في ذلك عام 2015. يعني منذ عام 2015 حتى نهاية ولاية أوباما، نتنياهو حاول جاهدا إقناع الولايات المتحدة بأن تقوم إسرائيل وبدعم وشراكة أمريكية بقصف المفاعل النووية الإيرانية، لكن الرئيس أوباما رفض ذلك ووقع كما نذكر الاتفاق النووي مع إيران، على الرغم من معارضة حكومة إسرائيل ونتنياهو شخصيا. وبايدن كما طبعا نعلم أنه هو كان نائبا للرئيس أوباما، لكن اليوم بايدن على ما يبدو أنه هو الذي سيريد إذا ما قصفت إسرائيل أن يكون الرد الأولي من الولايات المتحدة، أي إعلان الحرب على طهران، وهذا ما يريده ويتطلع إليه بنيامين نتنياهو منذ عدة سنوات. ولكن الداخل والتأكيد الإسرائيلي كله عفوا مجمع عفوا على أستاذ قبول جمال، ذلك يا أستاذ فايز. هل الداخل الإيراني والمعارضة خصوصا يعني مسرورة بجرها لحرب مع إيران لتنفيذ رغبات بنيامين نتنياهو ولإطالة عمره السياسي؟ أي تقصد المعارضة المعارضة الإسرائيلية؟ الإسرائيلية بالطبع. المعارضة الإسرائيلية هي مع الحكومة الإسرائيلية في أي حرب كانت، لن تقف ولن تتحدث، وستدعم الحكومة الإسرائيلية في إذا ما نشبت حرب مع إيران. المعارضة في إسرائيل هي معارضة سياسية، هي تدعم هذه الحرب على قطاع غزة والتدمير والقتل. طبعا يعني هي تقف إلى جانب الجيش، هي تعارض حكومة نتنياهو، تعارض سياسة نتنياهو الداخلية، لكن لا تعارض الحرب على غزة وعلى حزب الله وأيضا على إيران. بالعكس تماما، هي ستكون المعارضة الإسرائيلية الداعم الأول لبنيامين نتنياهو في حربه على إيران، لأن المعارضة الإسرائيلية هي معارضة سياسية ضد بنيامين نتنياهو. لكن عندما يتعلق الأمر بالحرب، بغض النظر مع من هذه الحرب، حتى وإن كانت مع حماس، فإن المعارضة هي تقف إلى جانب الحكومة، هي تدعم هذه الحرب بالكامل. يعني لن نسمع
أي بالعكس تماما، يعني نحن نسمع الدعم الكامل للحكومة في حال قصفت إسرائيل في ردها على القصف طيب الإيراني. ولكن الذي سيضرب يعني لا يقوم بكل هذا التسخين وكل هذه المؤشرات وكل هذه التسريبات. قبل قليل مسؤول أمريكي يقول بأن احتمال الضربة قد يكون في الساعات الأولى ليوم غد، ليوم غد الأحد. هل يمكن أن نقول البعض يعني انتشرت نظرية المؤامرة وربط ما يجري بما جرى قبل حوالي أكثر من 4 سنوات عندما قصفت إيران قاعدة عين الأسد وهنجارات فارغة ردا على مقتل قائد الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني بضربة أمريكية؟ السؤال، هل ترى ربط بين هذا التسخين واحتمالات أن يكون أن تكون الضربة يعني ربما بالتأكيد ليس متفق عليها حتما ولكن مدروسة من الطرفين، أنه ضربة رد فعل إيران كما يقول فشت خلق، لكن أن لا تتطور إلى حرب، لأنه لا إيران تريد ذلك ولا أمريكا تريد ذلك، الذي يريد ذلك هو بنيامين نتنياهو فقط، بنيامين نتنياهو. لكن هنا طبعا لكن كبير، يعني هل بنيامين نتنياهو والحكومة الإسرائيلية أعلنت بشكل واضح أنه إذا لم تحدث أضرارا جسيمة ولا قتلى في إسرائيل هم سيستوعبون هذه الضربة؟ بعتقد هذه رسالة لإيران أيضا، قوموا بقصف أماكن خالية من السكان ومن المصالح إن كانت العسكرية أو المدنية، سنستوعب ذلك. هذا ممكن وهذا الاحتمال وارد، يعني أنا شخصيا لا أستبعد ذلك بالمرة. وهذا ليس بالضرورة نظرية مؤامرة، يعني إيران لا تريد أن تنجر لحرب، هي تعلم بأنها ستكون بمواجهة الولايات المتحدة الأمريكية بترسانتها العسكرية الضخمة. نعم، يعني حتى أن إسرائيل طلبت من الولايات المتحدة في حال لم تقع أضرار ولا قتلى أن لا ترد الولايات المتحدة على هذا القصف الإيراني. يعني عمليا أنا بعتقد أنه إذا حدث هذا فعلا يعني فأن يعني إيران لا تريد أن تدخل في حرب، وتكون هذه ردة الفعل يعني عمليا بدون وقوع إصابات ولا أضرار. هذا يعني أن إيران عمليا هي ستقصف من أجل الرأي العام الإيراني، حفظ ماء الوجه، لكن حتى الآن لا ندري. الآن أستاذ فايز، إيران اليوم سيطرت على سفينة شحن ضخمة مملوكة جزئيا لرجل أعمال إسرائيلي، هل يمكن أن يكون ذلك في إطار التسخين لاحتمالات الضربة القادمة، أو ربما يكون هو هذا يعني مؤشر على أن الرد سيكون من هذا النوع؟ نعم، يعني هذا صحيح، يعني حتى أن وسائل الإعلام الإسرائيلية تطرقت إلى هذه العملية، عملية الاستيلاء على السفينة، أن الرد جاء من قبل إيران بدون صواريخ ولا الطائرات المسيرة، هي استولت على سفينة طبعا يعني إسرائيلية لنقل. هل تكتفي إيران بذلك؟ يعني في إسرائيل هناك من يعتقد ذلك، لكن حسب التطورات الأخيرة في الساعة الأخيرة على الأقل والتعليمات الجديدة للجيش الإسرائيلي والجبهة الداخلية الإسرائيلية وإرسال ضباط كبار إلى استوديوهات القنوات الإسرائيلية لإعطاء شرحا لسكان إسرائيل كيف يتصرفون في حال طبعا وقعت هذه الضربة، هذا يدل على أنه من الممكن جدا أن تكون هناك ضربة، وأن المعلومات الاستخباراتية الإسرائيلية طبعا تؤكد ذلك. أنا لا أعتقد أن إسرائيل ستدخل المجتمع الإسرائيلي إلى هذا الرعب وإلى هذه التقييدات بدون أي سبب، وإنما فقط أن تكون عبارة عن تمثيلية. طبعا هذا أنا أشك في ذلك. طيب، ربما المعلومات التي تصل إسرائيل الآن هي بأن إيران ستقصف غدا، لكن هذا يعتمد، الرد الإسرائيلي يعتمد على مدى وقوع أضرار جسيمة أو عدم وقوع هذه الأضرار وعدم وقوع قتلى في إسرائيل. طيب، إذا حدث هذا يكون الوضع يعني كما اتفق عليه
بين طهران وتل أبيب، أن تقصف طهران في أماكن بعيدة عن الأماكن السكنية ولن تسبب أضرارا لإسرائيل، وبذلك يكون الوضع كما قلت أستاذ جمال يعني حفظ ماء الوجه لإيران وليس أكثر من ذلك. أنا شخصيا لا أستبعد مثل هذا السيناريو، ولا أستبعد أيضا أن نتنياهو سيجر الولايات المتحدة إلى حرب مع طيب إيران. الآن سؤالنا في هذه الحلقة أستاذ فايز مفتوحة. طيب سؤالنا، هذا التصعيد المحتمل على إيران وربما المواجهة المحتملة عسكريا، كيف ستنعكس على الحرب على غزة؟ أعتقد أن لن يكون لها التأثير الكبير. ربما إسرائيل ستخفف من قصفها لقطاع غزة من عملياتها العسكرية في قطاع غزة، لكن الحرب مع إيران أو لنقل العمليات العسكرية مع إيران، إسرائيل ستحتاج فقط إلى الطائرات وإلى منظومة الدفاعات الجوية فقط، هي ليست بحاجة إلى الدبابات ولا إلى المدافع التي ستواصل عملها في قطاع غزة كالمعتاد أو لربما أقل بقليل مما هي عليه. لكن هل هذه ويتوقف الأمر عن مدى تأثير الأضرار التي ستقع على إسرائيل إذا ما كان هناك فعلا يعني قصف لمدن وقواعد عسكرية إسرائيلية كبيرة أو للمطارات الإسرائيلية؟ سيكون لذلك تأثير كبير جدا على الحرب في قطاع غزة. لربما إسرائيل لن توقف كليا هذه الحرب، لكن عملياتها العسكرية هناك ستتقلص إلى الحد الأدنى، هذا باعتقادي. وطبعا يعني أنا لست خبيرا عسكريا، ولكن من الناحية السياسية إسرائيل هي ستوجه كافة يعني عملياتها الجوية بالأساس والصاروخية إلى إيران. لكن نتنياهو كان له تصريح بالأمس أو أمس الأول، لا بالأمس، قال أنه سيتم التعامل مع أمور استراتيجية في إيران. أنا بعتقد أنه هنا يقصد بنيامين نتنياهو هو ضرب المفاعل النووية الإيرانية. هل ستفعل ذلك إسرائيل باتباع الولايات المتحدة؟ أيضا لا يمكن استبعاد هذا الأمر. طيب أيضاً. الآن إيران تعطي مؤشرات بأن التصعيد مع تل أبيب كله مرتبط بالحرب على غزة، وأن إيقاف الحرب على غزة سيخفف التصعيد. هل تعتقد أن هذا ينسحب أيضا على احتمالات الضربة الإيرانية؟ بمعنى أنه إذا أوقفت إسرائيل العدوان ووافقت في أي ساعة لا ندري على وقف إطلاق النار، ربما قد تؤجل أو تلغي طهران الضربة العسكرية. يعني أنا أعتقد هذه حجج فاضية. يعني هي قالت أيضا إذا نددت الأمم المتحدة بالعملية العسكرية في دمشق فإنها ستتنازل عن ردها أو عن الانتقام، والآن هي تذهب باتجاه غزة إذا تم وقف إطلاق النار أو إنهاء الحرب في قطاع غزة لن ترد على العملية في دمشق. أعتقد أن هذه يعني لا أدري كيف أصف هذه التصريحات الإيرانية، هي هل هي تراجع، هل هي خوف، أو هي يعني لو نددت الأمم المتحدة بما قامت به إسرائيل، إيران قالت أنها لن ترد ولن تنتقم، يعني هي تحاول إيجاد أي مبرر للنزول من الشجرة العالية جدا على ما يبدو التي صعدت إليها إيران. إذا كانت هي ستضع هذا الشرط، يعني إسرائيل لن توافق على هذا الشرط، والأمم المتحدة أيضا لم توافق ولم تندد. ربما لن يوافقوا في العلن، لكن ربما في السر قد يسرع ذلك مفاوضات الهدنة، لأن حماس سلمت ردها مساء هذا اليوم إلى الوسطاء. نعم، وهذا الرد الإسرائيلي الرسمي لم يصدر بعد، لأنهم يدرسون
في هذه اللحظة رد حماس، لكن الشروط التي وضعتها حماس والتي قالت أنها لن تتنازل عنها هي مرفوضة إسرائيليا، خاصة بكل ما يتعلق بعودة النازحين إلى الشمال وإلى إنهاء هذه الحرب وانسحاب إسرائيل من قطاع غزة. هذه الشروط مرفوضة إسرائيليا. بالمناسبة جمال، يعني حتى أن عائلات المحتجزين الإسرائيليين قبل قليل في مظاهرة في تل أبيب اتهموا بنيامين نتنياهو بأنه هو الذي يحبط أي محاولة للتوصل إلى اتفاق. نتنياهو غير معني بهذا الاتفاق ولن يقبل حتى ولو تنازلت حماس عن بعض شروطها. إسرائيل لن توافق على أي شروط تضعها حماس. نتنياهو قلص الصلاحيات يعني من جديد للوفد الذي ولكن إلى متى يستطيع بنيامين نتنياهو التهرب؟ إلى متى يستطيع المماطلة؟ هل يستطيع مواجهة هذه المظاهرات على الأقل الداخلية التي تتصاعد يوماً بعد الآخر؟ يعني حتى الآن نعم هو يستطيع مواجهة ذلك، لأن هناك اليمين الإسرائيلي الفاشي هو يتظاهر أيضاً يعني دعماً لنتنياهو ورفضاً للصفقة ورفضاً لوقف إطلاق النار في قطاع غزة. لكن عملياً يعني يمكن فقط الإطاحة ببنيامين نتنياهو في حالة إذا ما استمرت هذه المظاهرات على ليس فقط أيام السبت كما يحدث في هذه اللحظات، وإنما على مدار أيام الأسبوع، وإذا ما أغلقوا المطارات والموانئ وإذا ما أشعلوا إسرائيل، فإن نتنياهو لن يتزحزح عن مكانه وعن سلطته في الحكومة الإسرائيلية. فقط المظاهرات العنيفة والعنيفة جدا يمكنها الإطاحة ببنيامين نتنياهو. غير ذلك نتنياهو حتى وإن قتل 133 رهينة هو لن يتراجع عن موقفه، ولأن هذه الصفقة ووقف إطلاق النار يعني عمليا يعني نتنياهو يريد إطالة هذه الحرب على قطاع غزة، لأن هذا يطيل سلطته في إسرائيل، لأنه في حال انتهت هذه الحرب بعتقد أن نتنياهو سيواجه المجتمع الإسرائيلي وسكان إسرائيل بأكثر تطرفاً وأكثر عنفاً وأكثر مطالبة برحيله. اليوم الأغلبية الساحقة من الإسرائيليين تريد رحيل نتنياهو، هو يتهم بشكل مباشر بأنه هو المسؤول عن مذبحة ما يسمونها في إسرائيل 7 أكتوبر، وهو مسؤول عن حياة المحتجزين الإسرائيليين الذين لا يسارع نتنياهو للتوصل إلى اتفاق لإعادتهم إلى أهاليهم. هذا يعني أن نتنياهو يعمل فقط وفق الحسابات السياسية التي تخدم مصالح بنيامين نتنياهو، وليس لا مصلحة إسرائيل ولا مصلحة الحرب ولا مصلحة طبعا عائلات المحتجزين الإسرائيليين. شكرا لك الخبير في الشؤون الإسرائيلية سيد فاز عباس، كنت معي من كفر كنا.